هنا ارجع لك مره ثانيه، الف مبروك مره ثانيه هنا، وان شاء الله دايما في افراح ودايما مبسوطين. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. وقبل ما نبدا اخبارنا النهارده كنت عايز اسال حضرتك، شفنا اكيد النهارده تجربه جديده هو ان حكم المباراه يكون بنت، يمكن دي حاجه جديده على ملاعبنا طبعا المصريه والافريقيه، فعايز اعرف بقى حضرتك شفت ازاي التجربه دي؟ بالعكس انا شفتها تجربه ناجحه جدا طوال المباراه، حكم المباراه كان رائع، ماري كانت رائعه، وكانت واحده من الحكام او الحكمات اللي ادت بشكل مذهل، بالنسبه لي افضل كتير جدا جدا من حكم مارتشينياك اللي حكم مباراه النادي الاهلي وفلومينينزي. على الرغم من هو افضل حكم في العالم، ولكن اداؤه لم يكن على الشكل المطلوب امام الاهلي في مباراه الاهلي وفلومينينزي، وظلم النادي الاهلي ظلم بين. النهارده لم يكن هناك ظلم، الناس هتقول لي عشان النتيجه والكلام ده كله، ولكن ابدا والله اتحسب علينا حاجات كتيره جدا، ولكن هذه الحكمه واحده من افضل الحكمات اللي انا شفتهم او حكموا للنادي الاهلي في هذه البطوله. نتمنى ان احنا نشوفها بقى بتطبق في الملاعب المصريه يا رب دائما دائما ان شاء الله. نروح بقى لاخبارنا النهارده، واكيد البدايه مع الانجاز اللي اتحقق وجاء النادي الاهلي في المركز الثالث في قائمه اكثر الانديه وقوفا على منصات التتويج في بطوله كاس العالم للانديه، ومن بين 42 ناديا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطوله، تصدر ريال مدريد القائمه برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبيه، ثم برشلونه الاسباني رصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية في المركز الرابع، بايرن ميونخ الألماني وكرونثيانس البرازيلي برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وطبعا ليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناشونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامينجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتين برونزيتين. ولسه مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، وجاء 8 لاعبين من النادي الاهلي في قائمه عالميه مميزه تضم 26 لاعبا على مستوى العالم سجلوا اهدافا في نسخ مختلفه من بطولات كاس العالم للانديه، وتصدر هذه القائمه كريم بنزيما وحسين الشحات حيث احرز كل منهما في 4 نسخ مختلفه من البطوله، يليهما كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وسالم الدوسري وبيرسي تاو، حيث احرز كل منهما في 3 نسخ مختلفة من البطولة، وسجل 20 لاعبا في نسختين من البطولة من ضمنهم محمد أبو تريكا وفلافيو وعماد متعب وأحمد عبد القادر وعلي معلول وياسر إبراهيم من الأهلي، حيث أحرز كل منهما في نسختين من البطولة. وأضاف الأهلي 4 نقاط إلى رصيده في تصنيف الأندية الإفريقية بعدما حقق الفوز في مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، بهذا يواصل النادي الأهلي تصدره تصنيف الأندية الإفريقية عبر تاريخ بطولات إفريقية للأندية، وأيضا تصنيف القرن 21. وعلى صعيد التصنيف التاريخي للأندية الإفريقية والذي يرصد نتائج أندية إفريقيا في البطولات الإفريقية منذ بدايتها عام 1964، وصل رصيد الأهلي إلى 155 نقطة، يليه الترجي التونسي برصيد 94 نقطة، ومازيمبي الكونغولي برصيد 83.5 نقطة، والنجم الساحلي التونسي والزمالك المصري برصيد 77 نقطة لكل منهما. أما على صعيد التصنيف القرن الجديد 21، فوصل رصيد الأهلي إلى 115 نقطة، يليه الترجي التونسي ب 67 نقطة، على انه النادي الاهلي يتصدر هذه او هذا القرن حتى الان بفارق الضعف تقريبا او اكثر من الضعف كمان، النادي الاهلي لا الضعف تقريبا 115 نقطة، ونادي اللي بعديه على طول 67 نقطة. خلي بال حضراتكم من الارقام عشان ما حدش يجي يقول لك بعد كده 7 اكبر من 9 والتسعة اكبر من 7 والكلام اللي كان بيتقال زمان ده، مش عايزين نرجع لمثل هذه الكلمات مره ثانيه. افهموا ان النقط هي من تنصب الافضل في القرن، الافضل في القرن بيكون عن طريق النقط 115 67. انا اسف ان انا قاطعتك. لا صح يا كابتن، وكمان يعني بنشوف النادي الاهلي بجانب انديه عالميه زي ريال مدريد وبرشلونه، فاكيد ده بيبين مكانه النادي الاهلي فين. اكيد طبعا.
ولسه مستمرين مع اخبارنا. ومازيمبي برصيد 63.5 نقطه، والنجم الساحلي 58 نقطه، ثم الوداد البيضاوي برصيد 49 نقطه. نروح بقى لنجوم النادي الأهلي، وتساوى ياسر إبراهيم وعلي معلول مدافع النادي الأهلي مع الإسباني سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية. وسجل ياسر إبراهيم وعلي معلول وراموس من قبل برصيد 3 أهداف في المونديال العالمي. أما عن إمام عاشور، فتوج إمام عاشور نجم الفريق الأول بنادينا بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وأوروا الياباني طيب. التي أقيمت اليوم. قبل ما تكملي أخبارك، عندنا أخبار كتيرة جدا وهنا وهنتكلم عن كل هذه الأخبار، ولكن بما أننا دلوقتي عارفة عندنا على طول عايزين نبارك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نروح لدكتور محمد سراج ونبارك له على الهواء مباشرة. يا دكتور ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، حياتي ليك وكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي. يعني سعداء جدا جدا بما يحققه النادي الاهلي وفخورين جدا بوجودنا في هذه المنظومه الرائعه الحقيقه دكتور محمد. والله يا كابتن اسلام الحمد لله، طبعا يعني احنا كلنا فخورين دائما، بنكون فخورين بالنادي وبجدد النادي الاهلي وشيء بنعتز به، يعني لان احنا جمهور قبل ما نكون مسؤولين. والحمد لله يعني اللعيبه كانوا على قد الثقه ولعيبه رجاله وقدوا ما عليهم، اجتهدوا مش بس البطوله دي، يعني هم بقى لهم كذا سنه بيجتهدوا الحقيقه، هم والجهاز الفني والاجهزه الفنيه السابقه، والحمد لله يعني هم اجتهدوا وكانوا يستحقوا كمان اكثر من كده، لكن الحمد لله التقدير هم شاء فعل. ايوه ان شاء الله يكون القادم افضل يا رب باذن الله. زعلت لما يعني اتغلبنا المباراه السابقه على الرغم من الاداء الرائع اللي عملناه؟ جدا. يعني النهارده جداً. كان نفسك تشوف النادي الاهلي بيلعب مانشستر سيتي، ولا بعد ما شفت مانشستر كمشجع بقى مش كعضو مجلس اداره، يعني انا عايزك تتحرر شويه من، لكن كمشجع كان بعد ما شفت مانشستر سيتي النهارده وفوزه على فلومينينزي، انا كنت سايبه 4 ما اعرفش خلص 4 ولا كام، يعني كان 4 تقريبا، فبعد ما شفت هذه المباراه حسيت بايه؟ والله يا سلام انا عايز اقول لك انا يعني تابعت مباراه النادي الاهلي فقط، والله حقيقي يعني متابع، ما احبش اتابع المباراه الثانيه. ويعني شفت ماتش النادي الاهلي وخلاص، طبعا سمعت يعني سامع النتيجه انه جابوا جول اول وجابوا جول ثاني، ويعني بسمع بس انا ما شفتش الماتش فعلا، لان انا ما احنا مش طرف فيه، فمش هبقى مستمتع بان انا يعني اتفرج على الماتش بكل صراحه يعني. ايوه لكن لا يعني بصراحه برضو لو مانشستر سيتي خلص الماتش 4 ولا 5 ولا 6 حتى، لا احنا برضو النادي الاهلي وبنبقى حاضرين في المناسبات الكبيره دي وبنعرف نلعب الفرق العالميه ازاي. صحيح. وكان عندي يقين ان لعيبتنا ما شاء الله عليهم يعني هيبقى عندهم ثقه زي ما ادوا قدام ريال مدريد، كانوا هيأدوا قدام مانشستر سيتي. ما فيش نصيب يعني، اكيد كنا نتمنى نبقى في النهائي لكن ربنا اراد كده، فهو الجيل ده الحقيقه بس كان يستحق يعني بالانجازات الكبيره اللي عملوها وبالمشاركات الكتير في كاس العالم، يعني كانوا يعني من انت كان في بس سوء توفيق شويه في المباراه مع اخطاء تحكيميه واضحه، فالحمد لله يعني ربنا لو ما شاء فعل ان شاء الله بقى في المناسبات القادمه نعوض باذن الله. دكتور محمد يعني انا هنا هكلمك عن مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه تقريبا انتوا قفلتوا اللعبه يعني كل كل حاجه الحمد لله، من الناحيه الانشائيه، من الناحيه التنظيميه، من ناحيه الالعاب الرياضيه بالكامل الحقيقه، سواء بعيدا عن كره القدم وبكل. السنه اللي فاتت عملنا حفله الاهلي استثنائي، كيف يفكر مجلس اداره النادي الاهلي في القادم لان القادم اصعب بكثير؟ والله القادم طبعا اصعب زي ما قالها كابتن محمود الخطيب قبل كده، ان القادم صعب والقادم اصعب بكل بقى الظروف اللي بتحصل كظروف اقتصاديه على كل الانديه يعني، فطبعا انت بتعاني او بتعافر ان انت توصل للقمه في ظل هذه الظروف. لكن الحقيقه هو من اول يوم كابتن محمود الخطيب في رئيس النادي الاهلي مع مجلس الاداره الحالي مجلس الاداره السابق، راجل بيحط دايما استراتيجيه واضحه للعمل وخطوط عريضه لتحقيق الاهداف والطموحات سواء لجمهور او اعضاء النادي الاهلي، وبنجتهد معاه كلنا ان احنا نعمل على تحقيقها. والحمد لله يعني قدرنا نحقق يعني اعتقد يعني
يعني جزء كبير جدا منها. لسه عندنا يعني طموحات اخرى واحلام اخرى سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الفني. فانا اتمنى باذن الله توفيق من ربنا في ظل بقى الظروف اللي جايه دي ويكون الدنيا افضل ان شاء الله. يعني اخيرا يا دكتور محمد، كلمات لمجلس اداره النادي الاهلي ولجهازه الفني ولاعبيه وجمهوره. والله انا اول كلمه ابداها الحقيقه يعني معالي الوزير رئيس النادي العميد فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. احنا بصراحه مفتقدينه جامد وكلنا هناك، حتى كنا يعني مع الفوز بتاعنا الاول في الحاج جد وكنا سعداء بيه، كنا قاعدين بنقول نفسنا يكون معانا ومشاركنا الفرحه دي، ويعني مفتقدينه اكيد. يا رب ربنا ان شاء الله يشفيه ويعافيه. ودي اول رساله ليا يعني لشخص عزيز عليا زي عمرو فاروق. وطبعا يعني ابارك اكيد يعني كل زملائي مجلس الاداره وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب، يعني هو راجل يستحق يعني هذا التكريم من ال 24 ساعه في النادي في ظل ظروف صحيه في ظل صعوبات كتير وعمره بيتاخر عن النادي الاهلي. وطبعا في النهايه يعني السند والظهر لجمهور النادي الاهلي هو الاساس، وهو اساس الانجازات دي كلها. طبعا بهدلهم يعني الحمد لله الفوز ده والانتصار ده. الف مبروك يا دكتور محمد، وبنشكرك وبنهنيك على هذا الفوز والبرونزيه الرابعه للنادي الاهلي في من 9 مشاركات. الف الف مبروك يا دكتور محمد. دكتور محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي، انا اسف يا هنا مره ثانيه، اتفضلي. لا طبعا يا كابتن، بس بهذه المناسبه اكيد ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب. حقيقه مجهود كبير جدا بيبذلوه له على صعيد طبعا الفرق الرياضيه سواء الفريق الاول او الفرق المختلفه، وكمان شايفين اكيد طفره انشائيه كبيره جدا في كل افرع النادي الاهلي. مظبوط بالتاكيد. فضل. نستكمل بقى اخبارنا، وتوج امام عاشور نجم الفريق الاول بنادينا بجائزه افضل لاعب في مباراه الاهلي واوراوا الياباني التي اقيمت اليوم، وفاز بها النادي الاهلي ب4 أهداف مقابل هدفين. تالق امام عاشور وقدم مستويات مميزه للغايه، وكان احد العناصر التي ساهمت في الفوز برباعيه وحصول الفريق على ميداليه برونزيه للبطوله. بهذا الفوز يتوج الاهلي بالميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية 3 مرات في نسخ البطولة أعوام 2006 و2021 و2022. من بقى المونديال لكأس السوبر المصري، وتطير بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى الإمارات غدا السبت من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال. وعارفين طبعا أن بطولة السوبر المصري للأبطال ستقام السنة دي طبعا بنظام جديد بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي بطل الدوري ووصيفه فريق بيراميدز، وفريق سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية المحترفة، وفريق فيوتشر رابع الدوري. وكمان بقى ضمن النادي الأهلي الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذي مكافأة الحصول على المركز الثالث بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، في حين هيحصد فريق أوراوا ريد دايموند الياباني على مبلغ 2 مليون دولار بعد مشاركته بالنسخة ال20 من البطولة بالسعودية وحصوله على المركز الرابع. من جديد، أشاد السويسري أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالنادي الأهلي بعد فوزه الكبير على أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية. وقال أنفانتينو عقب نهاية مباراة الأهلي وأوراوا ريد الياباني: تهانينا للنادي الأهلي على فوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، ومنح جماهيره المتحمسة هدية رائعة في نهاية العام. ووجه رئيس الفيفا رسالة للأهلي وأوراوا الياباني بشأن مونديال الأندية 2025 في نسخته الجديدة قائلا: أوراوا يمكنك أن تفخر جدا بأدائك في البطولة، وتطلع لمشاهدتك ومعك الأهلي في مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة. يعني يا كابتن إسلام، الحقيقة أن المونديال بيحب النادي الأهلي هيكون مشارك طبعا في النسخة القادمة 2025 كمان. طبعا النادي الاهلي دائما ما يشارك. ما انا يعني النهارده في الانترو وانا بتكلم اتكلمت عن ان المشارك الوحيد من مصر دائما في ال9 نسخ القادمه، وعلى الاقل النسختين القادمتين هيكون النادي الاهلي فقط. يا رب نشوف حكام مصريين، لان هم دول اللي هيبقى متاح ان هم يبقوا موجودين. ولكن
نتمنى ان احنا نشوف حكام مصريين وحد تاني غير النادي الاهلي يمثل مصر في كاس العالم للانديه القادم ان شاء الله. يعني بالتاكيد يا كابتن. لسه مستمرين مع اخبارنا، واثنى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم على التنظيم المميز من السعوديه لبطوله كاس العالم للانديه، وطبعا قال انفانتينو شيء كان رائعا جدا، الاستعداد، التنظيم، الاجواء في الملاعب، المباريات، البنيه التحتيه هنا مذهله، وهناك هامش للتطوير، وهو ما يعمل عليه السعوديين، الامور رائعه بشكل لا يصدق، وتابع السعوديه على الطريق الصحيح، وان اؤمن بذلك، كره القدم السعوديه تسير في الطريق التي تريد في المستقبل، نحن نعيش الدربيات في جده والمباريات المثيره، لم نكن نتخيل ذلك قبل سنوات، لعبنا مباراه الاساطير بالامس وشاركت بعض الشابات السعوديات وكان الامر رائعا. كمان بقى أكد ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن كأس العالم للأندية 2023 ناجحة بكل المقاييس، لا سيما في ظل الحضور الجماهيري الغفير في كل المباريات، وأثنى رئيس الاتحاد السعودي على تجربة دولة قطر في استضافة كأس العالم الأخيرة كونها أثبتت للعالم نجاح العرب في تنظيم الفعاليات والبطولات الكبيرة. وأكد ياسر المسح أن المملكة العربية السعودية ستعمل بشكل كبير خلال السنوات العشر المقبلة لاستضافة نسخة مميزة أيضا من المونديال بصورته الجديدة ب 32 فريق. لسه مستمرين مع اخبار نجوم النادي الاهلي، وبهدفه اليوم في شباك فريق اوروا ريد دايموند الياباني، رفع ياسر ابراهيم رصيده من الاهداف مع الاهلي في كاس العالم للانديه الى 3 اهداف، وكان ياسر ابراهيم سجل قبل هدفه النهارده هدفين في مرمى الهلال السعودي في مباراه تحديد المركز الثالث، وده طبعا كان في نسخه المونديال عام 2021، وتساوى ياسر ابراهيم مع حسين الشحات واحمد عبد القادر والانجولي فلافيو الذين سجلوا 3 اهداف مع الاهلي في كاس العالم للانديه، وطبعا عارفين ان محمد ابو تريكا بيتصدر ترتيب هدافي الاهلي في كاس العالم للانديه برصيد 4 اهداف. ننتقل بقى للصحف ونشوف سريعا كتبت ايه عن تتويج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية للمونديال في السعودية، والبداية مع شبكة ESPN العالمية والتي سلطت الضوء على انجاز الاهلي وكتبت الاهلي يحقق البرونزية الثالثة في 4 مشاركات متتالية. كمان موندو ديبورتيفو الأسبانية سلطت الضوء على تتويج الأهلي ببرونزية المونديال وكتبت الأهلي حقق البرونزية الثالثة في 4 مشاركات متتالية أخيرة. كمان سكاي سبورتس في نسخة النمسا سلطت الضوء على تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية وكتبت بطل مصر التقليدي من حقه الاحتفال بوصوله إلى منصة التتويج. كمان أبولا البرتغالية اهتمت بتتويج الأهلي بمونديال الأندية وكتبت الأهلي يحقق البرونزية 4 تاريخيا في إنجاز لم يحققه غير الأهلي في البطولة. كمان تحدث الموقع عن تفوق الأهلي على بطل آسيا والتتويج ببرونزية المونديال للمرة 4 تاريخيا. تحدثت سبورت الأسبانية على فوز النادي الأهلي على بطل آسيا والتتويج بالميدالية البرونزية وكتبت الصحيفة للمرة الثالثة في 4 نسخ أخيرة يصل النادي الأهلي لمنصات التتويج. يعني بكده يا كابتن إسلام تكون خلصت أخبارنا النهاردة. الحقيقة كلنا فخورين احنا بننتمي لكيان كبير زي كيان النادي الاهلي. الف مبروك تاني طبعا لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي، والحقيقه ان احنا يعني بعد خلاص ما حققنا انجاز بنطالب بقى النادي الاهلي بالسوبر المصري كالعاده. اكيد ان شاء الله وكالعاده دائما. انا اللي بشكرك جدا يا هنا على كل هذه المعلومات وكل هذه الاخبار، ودايما نبقى مبسوطين وسعداء ودايما بنبقى فخورين بوجودنا في النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا هنا. شكرا يا كابتن. شكرا إن شاء جزيلا الله. طيب هنطلع نشوف او تقرير او لقاء مع كابتن سامي قمصان، وبعد كده نرجع او بعد وناخد فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام ودكتور احمد ثابت، هنتكلم معاهم في انجازات النادي الاهلي خلال هذه الفتره. نطلع نشوف ماذا قال كابتن سامي قمصان بعد الحصول على المركز الثالث، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل كابتن ماهر همام.